الاتحاد الجهوي بصفاقس. خلينا ناخذ اكثر تفاصيل من عند السيد الكاتب العام المساعد للاتحاد سي محمد عباس. سي محمد اهلا وسهلا، مرحبا بك. مرحبا بكم ومرحبا بكافة المستمعين شمس فاسان. تحياتنا ليك سي محمد، والكلمة اللي لفتت انتباهي دايوغ هي هالتقنيات الحديثة. التقنيات الحديثة شو معنيها؟ تسجيل قبل ما ندخل والله إذا تسمح لي نحب ننطلق من تعيين الوالي. تفضل. أول حاجة هذا على مسؤوليتي، أنه عشنا 10 سنوات من محاصة الحزبية في تعيينات الولات والمعتمدين الأوائل والمعتمدين ورؤساء المدير العامين. خلنا أنه هل التصرفات هذه جوزناه. ما رعنا إلا أن التعيينات اليوم أصبحت كل من ساهم في تنسيقيات حملة الرئيس في 2019، وذا على عطي أكثر من 60-70% تعيينات ماهيش قدرات ماهيش كفاءات ماهيش رجالات الدولة. ننطلق من تعيين سيد والي صفاقس أكثر من 4 أشهر، وجاءت إضراب 16 جوان وأزمة النفايات اللي طالت هيك الوقت، والوعود الزائفة اللي أطلقها في ظرف شهر باش تحل المشكل، والجلسة اللي عملناها والانطباع اللي خرجنا بعد الجلسة قبل الإضراب نهار 16 أنه ما هوش رجل دولة، أنه ما هوش كف وما هيش في بلاصته، إلا أنه التراكمات متاع تصرفات سيد الوالي من وعود زائفة من استفتاء في عقارب من دار حشاد في كأس النادي الصفاقسي من طرد الموظفين 70% ماش نطردهم من في كل لقاء لازم يستهدف العمل النقابي، ومؤخرا أنه نقابة أعوان الولاية عن طريق الاتحاد الجهوي طلبت جلسة عمل في كراس مطالب في جملة من مشاكل على مستوى المعتمديات والولاية. انعقدت الجلسة بعد طول المدة، مش حضر فيها الأخ الكاتب العام للاتحاد الجهوي سيد الوالي. أيوة. عمل أجهزة بتاع التسويق، قال له سيد الوالي هذا ما يصيرش، قالوا لا أنا نسجل، قالوا لا ما يصيرش. سيسنا سي عباس، هو والله التصوير بالصورة وكل شيء بالصورة والصوت جلسة كاملة تتسجل، اللي هي ما عادتش تصير العادة تصير تصيرات تهبط في موقع الولاية عادي تصير بروتوكولات سواء مع سيد وزير ورئاسة الدولة ولرئاسة الجمهورية ولغيره، هذه البروتوكولات العادية. إلا أنه هو أثر صحيح أنه الأخ الكاتب العام قالوا لا تنحيها، تمت الجلسة وهو عنده ما التزامات أخرى، اعتذر قال نعينه جلسة أخرى باش نكملوا النقط، ومشات جلسة خارقة العادة للأمانة بعد ما تنحت. كيف حبينا نأخذ الموعد الثاني باش نكملوا الجلسة، سيد المعتمد الأول يقول بالحرف الواحد، سيد الوالي قال الله يبارك الجلسة أما إلا بالتسجيل، يودي ما يصيرش بشرط كان بالتسجيل، يودي ما يصيرش. لما أخلاق حبي يقول لك خنوثقوا مواقفنا ومواقفكم باش حتى واحد ما يتهم الطرف الآخر مثلا، يمكن نحن لا ما فيش اتهامات أخي، ثم أخلاق ماهيش أول جلسة. راهو تو عنا مع سنوات عشرات سنوات، علاش مصر انه يوثق السيد الوالي سي فخر؟ والله هذا غريب جدا، وجهناه وتحب ما نحبش ندخل في الجزئيات، هذا داخل في استهداف عمل نقابي. الجلسات كما هكا راهي تتصور صور وتهبط في المواقع عادي، يجم هو يفتتح كلمته ويحب يسجلها عادي، اما مداولات الجلسات راه ما تصيرش، ما ثماش لا مع رئاسة الجمهورية لا رئاسة الحكومة لا في الوزارات لا غيره. هذا أول انطباع، وهذا ثم استهداف واضح، ويقول راهو يحكي في بيروه أنا عامل أجهزة التصنت ونسمع على العوان الولاية شي يحكي ونعرف كل شيء، هذا يحكي فيه هو معناتها ما متأكد منها المعطى. اليوم تصرفات سيد الوالي من وعود زيفة من استهداف عمل نقابي من وين يمشي يعمل اجتماع لازم يستهدف الاتحاد، وبالحجج عنا بالحجج واضح. شكرا جزيلا كاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس سي محمد عباس، طبعا حق الرد مكفول.